دعا الدكتور عز الدين أبو شتيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجميع لبذل المزيد من الجهد لتوفير الغذاء الآمن للمواطنين، وأشار الوزير إلى أن هذا لا يتأتى إلا باستغلال كل ما هو متاح من تقدم علمي وتقني لزيادة الإنتاج الذي تعطيه الوزارة الأولوية في منهج عملها لمواجهة تحديات محدودة الموارد الزراعية وندرة المياه والطلب المتزايد على الغذاء. جاء ذلك في كلمة الوزير أمام المؤتمر السابع للمحاصيل الحقلية الذي ينظمه معهد بحوث المحاصيل الحقلية.